تحية حارة لكل الأحرار كالعادة. كنتمنى أن اليوم ديالكم يكون جميل. على كما كتشوفوا هنا الشمس الساطعة، شمس الحرية على كل حال، الشمس قاتلة كورونا واللي كتعطي للنفوس شوية ديال ليسبوار باش الناس تفكر بأن عاوتاني غدا غتنزل عدد الوفيات والقتلى والجرحى ديال اختنا كورونا. ماشي مشكل، حنا بغينا غير مرة أخرى نأكدوا على الخطابات اللاهوتية ديال بعض الناس المحسوبين على التقدميين، على العلمانيين، على الجمهوريين. كنعاود نأكد لكم أن كل إنسان يؤمن بدين، أي كما بغى يكون الدين، خصوصا الدين الإسلامي، فهو يؤمن في قرارة نفسه بإمارة المؤمنين ومكتوبة في نصوص تشريعي شرعية أن أطيعوا ذوي الألباب. والإخوة المسلمين أحسن مثال، أنهم كيبغيو الدوام لواحد الوجه، إن فيغور تبقى دائما وخا يورثوها، كما وقع في مصر وكان سيقع في تونس وفي عدة دول. الناس يستمتعون بخيرات الكفار، يعيشون بين العلمانيين في دول بنات الحضارة ديالها والتقدم ديالها على العقل وعلى العلم. فكيرجعونا لديك النظرية ديال المؤامرة، المؤامرة هناك شيء مخدوم، فيروسات ويدقوا عنا وغنتقاداو ويؤمن. هذا انسان انا كنظن بانه عليه ان يزور طبيبا نفسيا، انك تولي تقول بانني خصني نموت باش نتلاقى مع عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي ما كاينش في جنة الله، راه كاين في الجنة ديال اكوش العظيم، فاذا ما غتلاقاش معاه، تدخل مع عمر بن الخطاب وابو هريره، هذوك غتلقاهم تما، وهذوك هما اللي فادونا، فادوا البشريه. الا كان عبد الكريم الخطابي كرمز للدفاع على الارض ديالو، فما غتلقاش في ديك الجنه ديال عمر بن الخطاب اللي كان كيقلب على ابو محمد ديالك وابو هريره صحيح البخاري، هادوك غتلقاهم تما، هادوك انا كنضمن لك غتلقاهم تما، ولو انه ما كاين لا هذا ولا هذاك بحكم العقل. المساله ان غنوصلوا بان لان كاينه ازمه في الكره الارضيه، ازمه، هذه ازمه تمر منها البشريه كامله، المجتمعات المتحضره والمتخلفه. المتحضرة بطبيعة الحال هي تبحث عن حلول وكدير إجراءات وكدير وقاية وكدير ولكن أنا متيقن بأن غتقول أنت من دوك الأنصار اللي ما تسدوش بيت الله، وحنا ما غتقيسنا لا يصيبنا إلا ما أصابنا به الله، وما من مصيبة تصيبنا إلا ما قدره علينا الله. إحنا المصائب ديالنا هي نتوما، كاع الناس اللي عندها هاد المعتقدات بأن لا يصيبني. وشفتو حتى في المسيحيين المتطرفين وحتى في اليهود المتطرف الأرثوذكس، انهم نفس القضيه، احنا لا احنا ما تقيسناش، احنا في باكستان وفي الهند وفي لا احنا ما تقيسناش، احنا واخا نصلي واخا نجامعوا ما تقيسناش، حيت كورونا كتجي كتلتال عندك، مسلم، هي سامحني سامحني سامحني.
الحلقم ديالك فيها لا اله الا الله، وهاديك كورونا كتخاف من لا اله الا الله، وطفيوها بلا اله الا الله ديالكم. راه ماشي عبثا ولا، وراه مع كامل الاحترام ديالي للناس المعتقدات، خليها لراسك، راه حنا في وباء وحصلتو جوج المختبرات، دولة في 40 مليون، جوج المختبرات كتفتخر بان عدد القصوره ديال الملك اكثر من عدد المختبرات. لا ما نهضروا على الجوام، الجوام راه ضربه حتى الملك براسه، لان هذيك هي اليه جامع، الجامع هذاك مسجد، العدد ديالو كيفوق عدد القصور وعدد الجامعات وعدد التلاميذ وعدد الطلاب وعدد الاطباء وعدد الناس اللي خدام في البحث العلمي. ايه جامع، جامع واحد كيفوت الدولة كاملة، عدد الزوار ديال المساجد. فاذا كورونا، البابا سكت، الازهر سكت وقلنا هاد المواضيع، السعودية سكتت، الحج تحيد، العمرة تحيدات، تحيدت الصلاة، سدوا الجوامع، دابا الصوم بقات عندكم حاجة واحدة، داك أركان الإسلام جات برغوتة ضربت أربعة طاح بقى واحد، يعني كيقدر يقول أشهد أن لا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فأنا مسلم، ويكفيكم ها، بارك عليكم، ديروا غير هاد الوحدة وخليو الاخرى نخدموا فيها حاجه اخرى، نخدموا سبيطار، نخدموا جامعه، نخدموا مختبر، نخدموا دور البحث ولا مختبرات العلميه للبحث العلمي. فهاد الناس كيعطلوا مره اخرى، يعيشون دهران ارض علمية وعلمانية، وكيعرفوا بأن بالعلمية والعلمانية ديالهم والجمهورية ديالهم باش وصلوا وتيردوا نحنا اللور عاوتاني إلا كاينة مؤامرة الماسونية، وها راه كيخططوا لنا وغيدقوا لنا وغيشربوا. يعني هاد الحالات أنا كنطلب، كنتمنى ماشي كنطلب، ولكن كنتمنى انهم يمشيو لاقرب مستوصف، يعني طبيب ديال الاختلالات العقليه. عندك اختلال يا اخي، عندك اختلال في كثره ما تغمستي في داك في هاد المعتقدات، فغتولي راه سي نورمال، راه الا بقيت نصلي الناس كيصليو 5، انا نصلي 500 ركعه وندير 7000 حجه وندير، راه واحد الوقت غنبقى نسمع اصوات، غنبقى نهضر مع قنيه، وغنبقى نهضر مع طبوات، ونهضر هذاك اللي يهضر مع النمل عندكم مذكوره، كان كيهضر مع النمل. انت كنتي بغيتي تمشي عند عبد الكريم الخطابي، انا قلت لك راه ما تدخلش، ولكن انا نقدر ندخل عند ديك النمله اللي هضر مع داك النبي، مع شكون هذاك؟ ماشي موسى، لا سليمان، كان كيهضر مع النمل، هذيك النمله اللي هضرات معايا بغيت نهضر معاها حتى انا، تجاوبني. الا بغيتو تمشيو في هاد الترهات فهي كورونا لان وانا كنشوف داك الحجر الصحي، وغاداك النقاب اللي غادير تشريو 1000 فرانك ولا قال لكم 16 ريال ولات ب 1000 فرانك، واحد قال ب 40 درهم ولا 35 درهم، كيفاش مجموعين؟ الا كان واحد فيهم مريض مشى الحجاب ومشى النقاب ومشى الحزق كامله، فيعني ما بغيتوش تستافدوا من هاد استافدوا من القايدة حورية، راه حورية كتهضر معكم مقولة، وهاديك حورية
راكبه في الطوموبيل قدامه وكتطلع على واحد شادين النورو ومقر هي كتقرب لعندو. اش قلت لك وانا ما شنو داك الموضوع ما عندي ما ندير به. حوريه حوريه يا حوريه يا حريقه واش ما خفتيش دابا انت على راسك؟ فانا انا خوفي عليك بان من هنا 14 يوم ما غتبقاش باني تشوف تي في ولا الحاجه الزعره ديك القايده الزعره الزرموميه ما غتبقاوش تبانوا اديكم رداكم في الواجهه انتم اللي كتلاقاو مع كورونا. شحال كيعطيك؟ شحال؟ 5000 6000 درهم وخلاوها الخو ديرها بحال. شوف هي حالت هذه حريه بعد انا كتبقى فيا ديرها بحال بكيه ماركيز ضعيف الخرا ما واكلاش مسمومه قاتله السم وقاتله الحقد وقاتله ومتيقن ما مجوجاش ما مجوجاش شكون غيتزوج بديك القرد الخرا هذه الا كان شي واحد عنده مشكل مع عقد الزديات قلبي على دوك اللي عندهم عقد الزديات ومشاكل وهذا يتزوج بك صوبي لها عقد الزديات ويتزوج بك. فالمهم باش ما نطولوش راه القضيه كلها متعلقه بكم نتوما بالتضامن ديالكم بالوحده ديالكم بالاحتياط ديالك خويا المواطن. الاحتياط ديالك هو لا اون ديستانس راه ماشي ديك زرع الخوف و انا لو ان الكابل عندي رولي التليفون ما نقدرش نمشي بعيد ونوريك الناس جالسين هنا ناسين كيجيبوا اتاي كيجيبوا قهوه كيجيبوا اللي كيشوي اللي كيهضر باش كيبقى داك الجو عادي ماشي حاله حرب هادي ولا حرب دايره لنا حريه والزعره دايرين لنا حرب وشوف خيخي وشوف متابعينا وشوف تيفي وريونا الصندوق الصندوق في العقد هذوك الناس هذوك الحلاقة هذوك الناس اللي خدامين في اسميتهم الفرار اللي في المقاهي والحلاقة فينك شوف تيفي فينك يا الازهر ودوك العلماء ديال الحبه السوداء ديالك واحد العالم علامه اردني الحامض واش داك الشيء كيدير الحامض مع يا وتشري من عندك باير اللي كتنتج الدواء ولا امريكان ولا روش سويسريه فين هو داك السحار ديالكم داك مول العشبه اللي جابها من جنوب افريقيا ياك قال لك انا عندي وداوي هادوك اللي ديجا اللي حاصلين ذوقهم يا مواطنه منك ونذكروا عليك بالخير جبد لهم ديك العشبه وعطيها لهم وجلس معاهم دخل معاهم انت اللي توكلها لهم باش يبروهم وتموت انت يا الخر. المهم الخوت راه كتعرفوا هاد المسائل راه فضيحه وقع في الكره الارضيه كامله فضيحه 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 مشكله 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 كبيره ماشي صغيره. راه المجتمعات المتطوره والاقتصاد تهرس والبورصه طاحت ف ما نبقاوش ديجا نمشيو حنا النيجاتيف عرفتي شنو راه وحدين اخرين الفوق هما اللي كيحكموا هما اللي يطلقوا لنا هاد البرغوت وما يقيسهمش هما ولا على ديك كورونا كتفرق هي ها انت طلقتيني اذا انت ما نقيسكش ولا خي تقاسو تا هو بطبيعه الحال. اي انسان اي انسان اللي عنده شويه واحد الجرام ديال الا طلقتي واحد وانت ما محميش منها فضربك حتى انت اذا انت معرض للخطر ما تقدرش تطلقها. المهم نشوفوا في فيديو اخر كنتمنى بان الرساله تكون وصلت للخوت الاحرار كالعاده تحياتي لكم كاملين انا بروشين. مراكش يا سيدي جايه لك كورونا جايه لك كورونا كلشي غيتكورنير عندكم يا شعب الكورنير ها.
انجيجو.